السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالنا الأخوات ديالنا، مرحبا بكم عندنا في واحد الجديد عندنا تبارك الله، اللهم بارك. هذا الجديد هو كتشوفوا فيه تبارك الله، هذه واحد فيرما فيها جوج هكتارات تيتر فرونسي، هذه هي البيضة ديالها، بيضة تبارك الله غدوز كودرون، هي فيها 10 متر. قريبة السكر، السكر كيبان لكم قريبة، واحد الفيرما ها هي تبارك الله، اللهم بارك. الفيرما فيها 10 قطارات، زعما السكر الاخرى راهم كتشوفو فيهم تبارك الله، اللهم بارك. القودرون تبارك الله، اللهم بارك. هو هذا راه القودرون الكامل يبان لكم الدهيز، القودرون بعد داخل على القودرون بواحد 200 متر، ها القودرون شتوه، هذا هو القودرون تبارك الله، اللهم بارك. هاد الفيرما فيها 2 هكتارات، دايره بالبوطوات، باقا خصها الشبكه تركب لها الشبكه، هذا هو الباب، هي هادي الدخله ديالها، اللهم بارك. حنا دخلنا ليها غادي تبارك الله، اللهم بارك. شطارات زوينه خيره برا، فيها البير، هالبير تبارك الله، هو هذا حنا غادي ليه، هالبير ها البير، البير تبارك الله، اللهم بارك. طالعة زوينة وراه السكان منه، هي هادي السكان اللي فيها دايرة بهاد السيب، هذا هو الباب ديالها، هو هذا هي، هي هادي دايرة بالبوطوات ملاح زوين، هذا هو البير تبارك الله، اللهم بارك فيه. ما زوين، ما كتير، ما صحيح تبارك الله في البير، قيس طالع المنزيان مخير. لازم قدام الرونيب ندخل الرونيب، هي هادي ها هي تبارك الله، اللهم بارك. 2 هكتارات مخيرة برا زينة، هادي هي الدار بقى من فينيش واقفة على الفينيش، دار تبارك الله، اللهم بارك. ما عندي ما نقول تبارك الله، هي هادي شتوها الدار، الدار ها هي الدار تبارك الله، اللهم بارك. هذه هي الدار، شنو الدار، الباب، الدخلة ديال الباب، الدار هي هذه زوينة، هي مخيرة، عندي ما نقول.